الحين عندنا يا شباب سيارة زد 7-1 راح اقرا لكم المواصفات. هذا غمرتين، هذا 15. طبعا احنا اللي عندنا هذا الاسود، سيارة غمرتين زد 7-1. اقرا لكم المواصفات. قزاز كهرب مع مجموعة صالح للسيارات بالرياض الشفاء، يرجى الاتصال على الرقم 1-920-0221 سيارتك الآن من معرض صالح للسيارات بالرياض الشفاء من خلال بنك الراجح بالتواصل مع المناديب الموضحة أرقامهم في هذا سيارتك من معرض صالح للسيارات بالرياض الشفاء من خلال البنوك التالية: الأهلي، العربي، الإمارات، الفرنسي. بسعرك الآن شراء سيارتك من معرض صالح للسيارات بالرياض الشفاء من خلال الشركات التالية: شركة اليسر، بنك البلاد، شركة إجارة أو بنك الرياض. كهرب دبل، شاشة معلومات، مقاعد مخمل، ليد، تحكم بالطارة، الريموت، مكينة 5.3، كشافات، أنوار زونن، تحكم بالمرايات، حساسات خلفية، ومقعد كهرب للسائق، كاميرا خلفية، جنط 20، تشغيل عنبوع 8 سلندر. سعره 156,000. الجميح هذا، ها؟ جميح. ثلاث سنوات، أو 100,000. سيارة زد 7-1 غمرتين مخمل جنط 20 وأسود. فيها ألوان متوفرة أوضح بإذن الله جميع الألوان. عندك الشاشة وعندك ما في حساسات أمامية. مقابض الأبواب نفس لون الموتر بدون دعاسة جانبية. زيت 7-1 سيارة، هذا صار فيه بنزين. ثبت الكاميرا. مراتب مخمل. كرسي كهرب. وعندك تخشيب. شاشة وكاميرا خلفية. هذا الدبل وهذا حق الأنوار. وعندك مثبت سرعة، وعندك سرعة تحكم الشاشة. إرباقات أمامية وجانبية مثل ما قلنا لكم. إذا شفت مكتوب هنا إرباق على المرتبة اعرف انه في ارباقات جانبية. الطبلون الجير علاك وهذا مفتاح وهذا الريموت. وعندك هنا الشاشة وهذا زر التحكم بالشاشة وهذا زر التحكم بالمكيف. وعندك زر فاصل مع الانزلاق وهذا الإضاءة حقت الحوض وهذا سكر الحساسات وهذا النزول منحدرات. شغل لكم الكاميرا.
مسايط وهذا الدرج تحت وفي فوق. وهذا مدخل USB. عندك سنتر لوك تخشيب من جهة الراكب. وهذه مراية. هذه الأنوار حقت السقف للتبييض عشان فاتح الباب سكر. وعندك هنا هذا بيت النظارة. تكفي بالنص تقدر ترفع تصير مرتبة. مكيسة ما راح افتحها. هنا اكواب درجة. رايكم يا شباب ايهما افضل، هو ولا الاف 150؟ طبعا السيارة ما يقارن بالشاص، الشاص شيء والسيارة والحاضر شيء ثاني. يعني انا اقارن هذا بالتندرا وبال 150، ايش رايكم ايهما افضل التندرا ولا الاف 150 ولا السيارة والسلفرادو؟ الناس اللي جربوا طبعا. في مخرج من العابس وهنا في تكاي بنس. سيارة Z71 2016 في 4 حساسات ورا. وهذا زر الكاميرا نار الصالح. هذا الحوض بدون تلبيس. عندك هنا درج صغير وهنا درج.
ومسوي له تصويت بعد. وش تختار F150 وتندرا او سلفرادا او سيرا او رام؟ الرام طبعا قليل نشوفه بس الشوارع نبي نحط اللي اكثر شيء شعبية. طبعا بنظري انا الشاص تقارن مع الباتون اللي هو الحب، هذه فئتهم الشاص والباتون والباترول. اما فئة السيارة والسلفراد اشوف ان يختلفن يعني. وضح هذا 2015 مستخدم ولا جديد؟ لا مستخدم دخل. مستخدم حلو. طيب وهذا ناخذ لكم لفة على السريع يا شباب لان مصورين قبل التاهو واليوكن. هذا 2017 سعره 145 LS 2017 تاهو. شكله هذا مو دبل ها؟ اي نعم ولد مو دبل؟ اي نعم. حلو. هذا تاهو ابيض LT سعره 163، هذا دبل بدون دبل. بدون دبل؟ اي نعم 163 2017 يتوفر زي يبقى دبل يوفر. يعني في دبل وفي بدون نعم. دبل في دبل وفي بدون دبل وجميع الالوان متوفر. حلو جميع الالوان كلها متوفره. الجميع ها؟ الجميع نعم. 3 سنوات الضمان او 100,000. انا قبل مصور لكم ترى موجود مصورين اليوكن والتاهو بالتفصيل بس بناخذ لكم على السريع. هذا الاس 156 هذا ليش فرقه؟ او هذا دبل؟ هذا 156 نعم دبل. وهذا هذا سعره 145 نفس اللي قبل شوي بدون دبل الاس تاهو. وهذا يوكن هذا 162 اس ال اي ها اس ال اي بدون دبل 2017. وهذا هذا سعره 163 هذا 162 نفس هذا ها؟ اي نعم نفس. طيب وهذا السوبر اي نعم بدنا هذا من اكس ال 2016 هذا؟ اي نعم بدون دبل بدون دبل 166 و5 عليه عرض 166 اي نعم بدون دبل بدون دبل لون ذهب لون ذهب اس ال اي اكس ال اللي هو طويل ذهبي. وهذا سير غمارة 2016 و17 يختلف في 17 سعره 126 Z71 سيرة. مصورين لكم من قبل يا شباب قسم الفيديو. طيب حلو يا شباب خلصنا تغطية معرض صالح لبعض السيارات موجودة كل سيارة نزلناها بجزء. ادخل على قسم الفيديو راح تحصل كل سيارة تبيها. طبعا ما صورنا معرض كامل لأنه ما شاء الله تبارك الله شوف المعرض. بحر ما شاء الله تبارك الله يبي لنا شهر كامل عشان نصوره كامل. طبعا هذا فرع واحد بس وضحها. لا تنسونا من الاشتراك واللايك يا شباب، يهمنا دعمكم باشتراك ولايك. احنا مثل ما قلنا لكم نقل لكم اسعار السيارات ووضع السوق ونحدث لكم الاسعار قد ما نقدر بشبه اسبوعي. طبعا انتم عارفين كل معرض له سعر يختلفون المعارض من معرض الثاني. احنا اللي علينا ان نقل لكم اسعار السيارات وانت تقارن ادخل على قسم الفيديو بتشوف اغلب المعارض مصورين.